بيتر هوج بنفس كفاءه تستوجلينو لعيب عالي جدا، ولكن الجهاز الفني موزع ادوار على عشان كده شكل الفرقه اتغير. ممكن السيستم الاسباني كان هو اللي ممكن فرض نفسه ممكن على طيب على التشكيل. طب خلينا نروح لارض الملعب بعد اذنكم يا كباتن، هنروح لزميلنا شريف شعبان طبعا مراسلنا من ارض الملعب عشان يلقينا الاجواء والاستعدادات للمباراه. اتفضل شريف. تحياتي ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكبار الكابتن خالد والكابتن اسلام ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه الاهلي والزمالك من النادي الاهلي، يا رب باذن الله يا رب باذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي اليوم ونفوز على فريق كبير هو فريق الزمالك. خلينا ابدا لك من الاجواء من خارج النادي، يمكن تواجد شرطي كثيف جدا حوالين النادي الاهلي على كل بوابه تخص مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن الاجراءات احترازية حدث ولا حرج، الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي المقر الرئيسي طبعا من أول دخول بوابة النادي، الكمامات الخاصة بإجراءات الاحترازية طبعا لكورونا، قياس الحرارة في كل مكان، جهاز التعقيم يمكن في الصالة مغطاة أيضا، قياس الحرارة لكل المتواجدين داخل الصالة. من خلفي بيسخن فريق النادي الأهلي والنادي الزمالك، يا رب بإذن الله يكون اليوم هو يوم جميل لكل جماهير النادي الأهلي ونفوز على فريق الزمالك. يمكن غيابات النادي الاهلي اليوم ايهاب امين واحمد حمدي وعبد الفضيل، رجوع من الاصابه وبعد غياب طبعا كذا لاعب، محمد مودي، عمر طارق، احمد مهيب، عمرو الجندي، سيف سمير، وابراهيم الجمال. باذن الله باذن الله عندنا ثقه كبيره النهارده في لاعبي النادي الاهلي نفوز على فريق الزمالك. يمكن التواجد الجماهيري قليل جدا داخل الصاله، النادي الاهلي طبعا واداره الامن او المدير امني النادي الاهلي مشدد جدا على اجراءات الدخول، ويمكن المقصوره تكاد تكون خاليه. يمكن قال لك الدخول هيكون طبقا للكشف المرسل من الاتحاد المصري لكره السله. الى الان الاعداد لا تذكر داخل الصاله. باذن الله باذن الله زي ما قلت لك يكون يوم سعيد يا رب يا رب باذن الله للنادي الاهلي النهارده ونفوز على فريق الزمالك. دي كانت اجواءنا من النادي الاهلي. كابتن هيثم لو عندك اي استفسار انا معاك. شريف يعني يمكن كنت عايز يعني كان يمكن قبل المباراه دي كان في مباراه قبليها، هل تم طبعا يعني اخلاء الصاله كان قبليها بالكامل؟ هل الفتره كانت كافيه بين المباراتين عشان اللعيبه المباراه اللي قبليها تخرج واللعيبه بتاعت مباراه السله تخش؟ كانت الفتره كافيه ما بين المباراتين؟ كانت فترة خايفة طبعا، كانت الفترة كانت كافية جدا. يمكن الإدارة النادي الأهلي على طول بعد خروج الفرقتين بدأ النادي الأهلي يجهز الصالة طبعا بالعمال وتركيب يعني كل حاجة تخص مباراة اليوم. لا كانت الفترة كافية، ويمكن قبل دخول نادي الزمالك اللي دخل الصالة بدري كانت الصالة مستعدة لاستقبال المباراة. شريف شعبان من أرض ملعب بشكرك شكرا جزيلا، كده هنرجع لك تاني في لقاءات أكيد قبل المباراة. شكرا شريف، يمكن الكلام واضح.